هذا الموضوع شحال من واحد تيسول على هذا الموضوع، اشنو زعما كاينه واش ثقيل واش كثير زعما، حيت نقولوا المغرب الكبير تراث بلا حدود زعما، باش واش الحوز قاد تقود هاد لي طابل روند ولا هاد المحاضرات ولا هاد الموضوع واش قاد تقود؟ معلوم خص قاد تقود الحوز عندها كي عندها الرجال ديالها في الاقتصاد ولا في السلطه ولا في السياسه ولا في داك الشيء كله، هو اللي هو بطبيعه الحال اللي حاضر عندها كذلك الرجالات ديالها في الثقافات، عندها المثقفون هما كاينين، كل واحد فين كاين كل واحد هذا، تنحاولوا بهذا المهرجان باش نجذبوا الماكسيموم بوسيبل باش يمكننا نشتغلوا بواحد الحرفيه، كنتمنوا باش نوليو نشتغلوا بواحد الحرفيه اللي فيها مثقفون، وتيمكن هذوك المثقفون تيعطيو او تيبينوا السكينه اسمها اسميتو الثقل ديالهم ولا اشنو يمكنوا يعطيو للمجتمع، وكذلك حتى السياسيين حتى هما تيعرفوا بانه المثقف عنده واحد الدور كبير في المجتمع، وتيمكن لهم يتعاملوا معاه بحذر باش يخليه هو يدير شغله المثقف، والسياسي يدير شغله، والسلطه تدير شغلها. اذا كي قلت في هذه المساله هذه، حاولنا في هذه المره هذه التجأنا لهذا الموضوع هذا، لانه الاحداث اللي وقعت مثلا في امليل، والاحداث اللي وقعت في مثلا في هذا في فوريكا في الاخر وداك الشيء، هادو مسائل حنا ماشي غير كاين الجماليه كتنفعنا هذا، ولكن كاين حتى المشاكل اللي هي كترهب الاستقرار ديالنا. المثقف حتى هو كيتزعج حيت يكون واحد شي حاجه اللي كتخسر له الاستقرار ديالو او الاستقرار ديال البلاد. اذا هذا الموضوع هذا قررنا باش نشتغلوا فيه مع عبد الرحمن سيساكو اللي غادي يدير بروجيكت، نشروا الافلام ديالو بثلاثه، اللي واحد فيهم هو تومبوكتو رئيسي اللي خدم اشتغل فيه على واحد الموضوع اللي هو حساس، واللي هو تقريبا البلدان كلها تتقاس به، اللي هو الارهاب. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.